ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنعمل حلقة جديدة مراجعة فيلم كابتن هيم كابتن مارفل. كابتن هيم أحداث الفيلم سنة 1995، ونتعرف على شخصية فيرس. فيرس عايش على كوكب اسمه هالا، ومش فاكرة أي حاجة من اللي حصل لها قبل كده في الماضي. كوكب هالا عايش عليه شعب اسمه شعب الكري، عندها سوبر باور قوية جدا. ونتعرف هنا على شخصية اسمه يون روج، اللي بيعمل شخصيته جود لو، وهنا هو اللي بيمرنها عشان تقدر تتحكم في السوبر باورز اللي هي عندها. It nearly ended. We found you. With no memory, we made you one of us, so you could live longer, stronger, superior. ومن خلال احداث الفيلم بنتعرف على شخصيات الكري، ومن خلال احداث الفيلم بنعرف ان الكري دول كانوا على طول دايما في حرب مع السكرولز. وعلى فكره ما حرقتش اي حاجه، كله برضو في التريلر. I think I had a life here. What aren't you telling me? السكرولز عندهم قدرة ان هم يقدروا يغيروا من شكلهم مجرد بس ما يبصوا على شخصية حد، على طول بيغيروا وشهم ليه. فيرز اثناء حرب من الحروب اللي كانت بتاخدها حصل حاجة كده ما وقعت على كوكب الارض، اتعرفت بعد كده على شخصية نيك فيوري، وقرروا ان هم يتحدوا مع بعض عشان يواجهوا السكرول. A race of noble warriors. Heroes. Noble warrior heroes. عجبتني اول كيميا اللي كانت دايما بتطلع في الفيلم ما بين كارول دانفرز وسامويل ال جاكسون اللي هو نيك فيوري. ايه تقديم الكوميديا اللي ما بينهم كانت بجد حلوه، قصدي من سامويل ال جاكسون اللي كانت حلوه، وهي طبعا كانت بتضحك كالعاده زي في اي فيلم من افلام عالم مارفل السينمائي، واللي هي دايما بيبقى من اهم عناصر الفيلم اللي هي الكوميديا اللي بيقدمها فيلم من افلام مارفل. السي جي اي اللي كان معمول في الفيلم اللي هو كان في وش نيك فيوري كان بجد فوق الرائع وفوق الممتاز، لانه بجد فعلا بان ان هو كان كانه صغير. انا شايف من وجهه نظري ان نيك فيوري بجد الكوميديا اللي قدمها في الفيلم ده كان بجد حلوه، وانا شايف ان مفيش اي نكته من اللي هو قالها جلت منه خالص، وكل نكته كانت دايما في محلها. نيجي بقى لكابتن مارفل بري لارسون وادائها. تعبيرات وشها صفر برضو. انا بصراحه ما حسيتهاش خالص في الدور، على الرغم من اني بحب بري لارسون جدا. كسبت من كام سنه جائزه الاوسكار في فيلم روم كاحسن ممثله دور اول، بجد كان دورها فوق الرائع. بس انا مش عارف بجد في الفيلم ده ايه اللي حصل لهم، زي ما تكون كده كانت مخنوقه وهي جايه تعمل الدور، او جايه من الاخر يعني تقضي مصلحه وخلاص، سبوبه يعني. والغريبه بقى لو سالتوني وقلتولي مين ممكن كان ينفع مكان بري لارسون في دور كابتن مارفل، هقول لكم والله انا قعدت اكتر من ساعه ونص افكر في اي ممثله تانية، ما لقيتش اي حد خالص. على الرغم من ان دورها وحش، بس بجد ما كانش في اي حد تاني هيليق على الفيلم ده غيرها هي. كان في ريفرنسز كتيره وايستر اكس كتيره في الفيلم، في ناس كتيره لاحظتها وفي ناس كتيره ما لاحظتهاش. انا اكتر اتنين لاحظتهم الاتنين دول بتوع فيلم بالب فيكشن، نفس السين بالظبط اللي كان حصل في بالب فيكشن، نفس السين بالظبط اللي حصل في كابتن مارفل، وغيره وغيره كان في رفرنس كتيره جدا، بس دول اكتر اتنين علقوا معايا وافتكرت على طول بالب فيكشن. You were reborn. I keep having these memories. عجبني اول اوريجينال سكور بتاع الفيلم، مش عارف ليه حسيته ان هو عامل زي الاوريجينال سكور بتاع ثور راجناروك، ما اعرفش ليه. الناس اللي عارفيني عارفين ان انا كرهت بلاك بانثر قد ايه. انا ما قلتش انه فيلم وحش بلاك بانثر، بس الهوجه اللي هي اتعملت عليه كانت بجد اوفر بطريقه مش طبيعيه. الفيلم حلو بس اولا ما يستحقش الاوسكارز ده كله، وفي نفس الوقت ما يستحقش كل البروباجندا اللي اتعملت عشانه. السؤال هنا لو جيت سالتوني مين احلى بلاك بانثر ولا كابتن مارفل، هقول لكم مش عارف. والسؤال الاصعب لو جيت قلتولي مين الاوحش كابتن مارفل ولا بلاك بانثر، مش عارف. بنتعرف بعد كده على شخصية اسمها جوز ذا كات، القطة اللي كانت في الفيلم. من كتر المشاهد اللي بجد كانت بتضحكني مع نيك فيوري،
مشاهدها، مشاهد القطه اللي كانت مع نيك فيوري كانت بالنسبه لي احلى من اي فايت سين كان في الفيلم ده بتاع كابتن مارفل. بجد بتقدم كوميديا مع نيك فيوري مش طبيعيه. شفنا مشاهد كتيره جدا في مارفل سينماتيك يونيفرس، في عالم مارفل السينمائي اللي فعلا بجد علقوا معانا. واخر يعني افنجرز انفينيتي وور اخر او من احلى المشاهد اللي علقت معايا الحرب اللي كانت في الاخر مع ثانوس، اللي كان فيه سبايدر مان وجارديان اوف ذا جالاكسي وايرون مان وكده ودكتور سترينج. دي انا شايف من وجهه نظري دي واحده من اكتر الحاجات اللي علمت معايا في فيلم انفينيتي وور. في الفيلم ده بقى في كابتن مارفل انا مفيش اي فايت سين بجد علم معايا خالص. البروباجندا اللي كانت معموله بجد على الفيلم ده كانت كثيره جدا وبرضو اوفر جدا، زي نفس البروباجندا اللي اتعملت على بلاك بانثر. الفيمينيزم مش طبيعي، بس ان هو اول سوبر هيرو ست بتقدم في عالم مارفل السينمائي، نفس الهوجة بالظبط اللي حصلت في دي سي مع وندر وومن. كده كده الفيلم اصلا هيجيب فلوس طبعا، لان ده اخر فيلم في عالم مارفل السينمائي قبل افنجرز اند جيم، قبليه بشهر ويمكن كمان اقل من كده. زي ما قلت برضو الفيمينيزم، وده بيقارنوه مع دي سي في وندر وومن على السنة دي اول ست ودي اول ست، فطبعا عايزين يعرفوا مين هيحط على مين. يعني انا كنت مراهن مع نفسي ان الفيلم ده مش هيعدي ال 300 مليون، لسه فاتح الاي ام دي بي النهارده عرفت ان الفيلم ده تقريبا معدي ال 500 مليون، وتقريبا وانا بصور الحلقه دي تقريبا لسه عمال بيجيب اكتر من 500 مليون. مش عايز اتكلم اكتر من كده بصراحه على الفيلم عشان خايف احرق لكم في الاحداث اكتر من كده. البطوله بتاعه الفيلم بري لارسون وسامر ال جاكسون وجود لو، ومخرج الفيلم انا بارن وراين فلاك. الاثنين دول اللي شاركوا في كتابه فيلم هاف نيلسون بتاع راين جوزلينج، هما الاثنين كانوا شاركوا في السيناريو ان هما كتبوه، وراين فليك هو اللي اخرج الفيلم. اتمنى ان اداء بصراحه بري لارسون في دور كابتن مارفل ان هو يتطور يبقى احسن من كده بكتير، ولسه هنشوف اداء في افنجرز اند جيم. اتمنى ان هو روسوس برادرز يعملوا حاجه احسن من كده، يطلعوا منها حاجه احسن من كده، احسن من اللي احنا شفناه ده. ولو قرروا ان هما يعملوا اجزاء تانية ولو البرفورمانس بتاعها هيفضل بالمنظر ده، انا بصراحه شايف ان الوضع هيزداد سوء جدا بكل جزء هي هتقدمه. تقييمي انا الفيلم ده هديه 6 من 10. كابتن مارفل انا شايف ان الفيلم ده خطوه لورا المارفل مش خطوه لقدام، وبصراحه اتمنى ان افنجرز اند جيم يعوضنا على اللي احنا شفناه ده. اه صحيح، نسيت اقول لكم في 2 كريديت سين بعد الفيلم ده ما يخلص، مش واحد، 2 كريديت سين. عشان الناس الرخمه اللي بتطفي الشاشه في السينما اقول لهم لا، في 2 كريديت سين مش واحد بس، واتفرجوا على الكريديت سين التاني مش مهم قوي، بس الكريديت سين الاولاني هو مهم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، استنوني فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقات اللي جايه قريب. باي باي. Aren't you the cutest little thing? Aren't you cute? And what's your name, huh? Gary. What's you? I'll be back.